أكثر من 2000 رحلة حول العالم ألغتها شركات الطيران العالمية بحسب ما رصد موقع فلايت أوير في دلالة على مدى تأثير كوفيد-19 على السفر لقضاء العطلات. ففي حصيلة قياسية جديدة سببها المتحور أوميكرون، سجلت المملكة المتحدة 122 ألف إصابة جديدة بالفيروس، وتحاول حكومة بوريس جونسون كسب الوقت معتمدة بشكل خاص على الدراسات التي تظهر انخفاضا في حالات الاستشفاء مع المتحور أوميكرون مقارنة بنظيرتها دلتا التي هيمنت حتى وقت قريب، فيما شددت ويلز وأيرلندا الشمالية واسكتلندا قيودها الصحية والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بعد عيد الميلاد. وفي فرنسا وإسبانيا سجلت السلطات الصحية حصيلة قياسية لأعداد الإصابات، وسارعت إيطاليا لحظر الاحتفالات العامة بالعام الجديد. الجهود المبذولة في أوروبا والقلق من موجة جديدة أديا لتشجيع الناس على تلقي اللقاح في ظل ضغوطات وتشدد حكومي، من شهادات التطعيم إلى إبراز نتيجة سلبية لاختبار الكشف عن كوفيد مرورا بوثيقة تثبت التعافي من الوباء إلى وجود لائحة ضخمة من الضوابط المتنوعة، حيث أصبح إبراز الشهادة الصحية إلزاميا لحضور العديد من الأحداث العامة في جميع أنحاء أوروبا. ورغم أن عدد الرحلات الملغاة داخل الولايات المتحدة أو منها أو إليها بلغ أكثر من 400 رحلة، إلا أنها قررت اعتباراً من الأسبوع المقبل رفع حظر السفر المفروض على عدة دول في جنوب القارة الأفريقية منذ رصد أولى الإصابات بالمتحور أوميكرون. الولايات المتحدة كانت إلى جانب أخرى حول العالم قد فرضت هذه القيود على السفر من دول في جنوب القارة الأفريقية، مع أنه من المتوقع أن يؤدي موسم الأعياد إلى زيادة انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة، حيث يدفع أوميكرون بعض المستشفيات والعاملين الصحيين إلى الحافة، وتعمل وحدات العناية المركزة بأقصى طاقتها في بعض الولايات.